الكرام مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحية والانطلاقة لشوطنا التاسع عشر في مجموعة الأشواط والشوط التاسع عشر الخاص مشاهدينا الكرام هنا بالحدائق البكار في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة في هذا المهرجان الجميل، في هذا المهرجان المميز، في مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى الذي انطلق ليومه الأول هنا على أرضية هذا الميدان، بعد أن تابعنا الرموز، تابعنا أيضا الأشواط الرئيسية التي فازت بها شوط الأول سرابة وشوط القعدان كان للغربي أيضا. في هذا الانطلاق والتحدي نسير بكم في شوط ما قبل الختام هنا والصدارة ومضاوي، من تفتتح صدارة هذا الشوط العبد الله بن جابر أبو برجس المري، من تأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هملولة، هناك حمد بن علي بن ناصر الغيثاني من تأتي على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. الانطلاقة هناك من هملولة حارب بن محمد بن حمد الكتبي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع تتواجد هنا طموح علي بن حمد بن محمد الشراب على المركز الرابع، خامس المراكز والمنطلقة على خامس المراكز جبارة عبد الله بن حمود بن ياسر اللي يحافي من تأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. نعود إلى مضاوي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، من تنطلق عبد الله بن جابر بو برجس المري من تأتينا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور، تسيطر على الصدارة على المقدمة في هذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني، ثاني المراكز هناك تأتينا هملولة حارب بن محمد بن حمد نكتبي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث القادمة هنا وتنطلق جبارة عبد الله بن حمود بن ياسر اللي يحافي من تأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع هو المنطلقة هنا الذيبة لمحمد بن حمد بن مصلح الإحبابي من تأتينا على المركز الرابع، خامس المراكز هو المنطلقة المتحدة سالم بن محمد الدهن المري من تأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى الصدارة، نعود إلى مضاوي المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على الصدارة على المركز الأول، هنا مضاوي للسيد عبد الله بن جابر بو برجس المري هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى صدارة وعلى المركز الأول بسيطرة فعالة على زمام الأمور وعلى صدارة. المركز الثاني هو صلاب الدهن مع المتحدة سالم بن محمد بالدهن المري من تأتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث تتواجد الذيبة لمحمد بن حمد بن مصلح الأحبابي من تأتي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع التواجد هنا من قبل هملولة حارب بن محمد بن حمد الكتبي من تأتينا على المركز الرابع، وفي المركز الخامس الذيبة جابر بن مسعود العتيج المري من تأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة بالتحدي، المنطلقة بالإثارة. أرى تغيير طرى وجرى على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، انطلقت هنا على صدارة المتحدة، المتحدة بعد أن غادرنا 2 كيلومتر هنا المتحدة على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، سالم بن محمد بن الدهن المري تفتتح الكيلومتر الأخير، كيلو التحدي، كيلو الصراع، كيلو البقاء للأقوياء في هذا الأداء. المركز الثاني مضاوي لعبد الله بن جابر برجس المري، وعلى المركز الثالث القادمة توافيك زيد بن محسن بن ديلة المري من تأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع يا سلام مزنة عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني من تصل يا سلام في هذه اللحظات، هو وصل بالدبية هناك معود حمد بن محمد بن سعيد بن
الدبية، لاعب فاري في هذه اللحظات، الوصول أيضا من مياسر محمد بن مبارك بن مسلم العامري، ولكن الله التحديات الأخيرة هنا مزنة مع هذه المجون الممطرة على أرضية هذا الميدان، مزنة من انطلقت على الصدارة عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، من انطلقت على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، المركز الثاني هناك بنديلة على المركز الثاني، تواسيك زيد بن محسن بنديلة المري والقادمة، الله الله سلهودة تسعيد بن حربي بالطشة العامري، وصل بالطشة هنا في هذه اللحظات، يا سلام مزنة وهنا أيضا سلهودة، مزنة وسلهودة في صراع إلى الفوز إلى الناموس، ولكن سلهودة من انتزعت الصدارة، انتزعت المقدمة كما عودتنا دائما وابدا بالفوز والناموس، ها هي سلهودة سعيد بن حربي بالطشة العامري تهارينا والناموس، المركز الثاني عبد الهادي بن خليل المنصور الشواني مزنة، المركز الثالث وزارة توافيك زيد المحسن بنديلة، وفي المركز الرابع وصلت من ياسر محمد بن مبارك بن مسلم العامري، وفي المركز الخامس عندك يا بن دبية مع ود حمد بن محمد بن سعيد بن دبية لعب فاري، وهنا لحظة وصول سلهودة إلى خط النهاية، معلنة الفوز معلنة الناموس، تهانينا لسعيد بن حربي والطشة العامري، والسلام لأهالي مدينة العين، 6:06 24 جزء من الثانية، تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني كان من نصيب مزنة عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، قدمت عرض تشكر عليه 6:06 جزء من الثانية، توقيتها الزمني، أما ثالث مراكزنا كانت توافيق الزيد بن محسن بن ليلة المري، وسجلت 6:07 14 جزء من الثانية، تهانينا والناموس، تهانينا للجميع على هذا الأداء.